شلونك هالحين؟ على الله. والنعم بالله يمك. يما بس عاد حبيبتي لا تحرين روحك. انت مو قبل لا يسويها قلتي لي لازمي؟ هذا هو الحين طلق. ولا فض مجالس وكلام الليل يمحيه النهار. بس ما هي حلوه. كلش ما هي حلوه. انا بغيت ادق على ابوه واقول له بس ما هانت علي روحي. يوصل لي الباب ويجيب ورقة بنتي. ايش حق تدقين يما؟ ليش تغثين روحك؟ انت وخالد عجيبين. ما ادري ايش تبون فيهم. اذا انا المطلقه ما اهتميت، انتوا تاكلون بروحكم. ما هي هينه. والله ما هي هينه. توك معرسه تشيك بوك مطلقه. احسن من تشيك بوك ولا انا ارمله. وبعدين عاد تعالي قعدي. نطري 4 أشهر و10 أيام لا جينز لا حمرة لا تلفزيون. ايه كذي ضحكي خل اشوف هالاسنان الحلوة. بعدين تيجي دراج يمكن باكر يجي نسيب احسن منه 1000 مرة. الله كريم. انا ودي اشوف لك ياهل. وي بس ياهل انتي بس نطريني خل اعرس 6 نص درزن 3 صبيان و3 بنات. قولي امين. آمين. بعد قولي آمين. آمين يا خلود. صاروا 9 عيل. ما شاء الله عليك انت. زين حجية بغيت حجية والتالي قولي ايش عندك يا يمه. حجية انتي للحين زعلانة من ولدك خالد؟ لا والله انا مو زعلانة. وعارف إن هو ما له ذنب ولا له شغل في اللي قاعد يصير. بس أهو اللي حاطين السبب. مقرود والمقرود مقرود. ما في مرة يانا فيها إلا وطبوا علينا. والله يا يما هو ما له شغل. قولي له خلي يمرني ويجيب مع ولده. ليش إني ولهت عليهم؟ زين خال إبراهيم ما يمرج؟ صار لي مدة ما شفته وأنا ما أشتهي أروح له. والسبة الهولة اللي ماخذها. ملزمنا نشد عنا يما. لا تاكلها الضبعة. والله لا تاكلها الضبعة. انزين حبيبتي يلا تصبحين على الف خير. وانتي مثله واخير يا يما. يما سمي نامي ان شاء الله يا يما. ما ظنيتي اجي هني.
وين أروح؟ وين أدوره؟ الله يشقيكم من عيال مثل ما شقيتوني. تدور ليش ما تدخل وتنشد؟ ادخل على عدواني ناصر ما يشتهيني، وام خلود نفس الشيء، وابراهيم كله نايم على ما ادري ايش تعطيه فرس النهر هذه، وموضي مهي بالدنيا من انشد. راحوا عيالي، راحوا عيالي، ما لهم رده. ردينا مره ثانيه، ردينا. روحوا شوفوا لنا شيخا بلعب نام. الو، اهلا اخوي، ما بعد خير؟ خير اخوي، صاير مخدرات؟ متى وليش؟ زين اقدر اشوفه بعد اربعه ايام؟ مشكور مشكور طال عمرك، مشكور، جزاك الله خير. ايش فيك؟ شنو مخدرات؟ مبارك صادوا يروج مخدرات. والحين شلون؟ المشكلة ما نقدر نشوفه إلا بعد أربعة أيام لين يحولون النيابة. الله يصبر قلبك يا أم سليمان، الله يصبر قلبك. ليش ما دقوا على ابوه؟ هم دقوا وقالوا للحين هو بالتحقيق. بس ناصر واللي يرحم والديك. ودرتنا ودرت عيالك وفضحتنا وفضحت بنتك، ما تقول لي؟ ما تقول لي من بياخذ بنتك واخوها تاجر مخدرات؟ يبا اهدي الله يخليك، احنا للحين ما عرفنا السالفه عدل، يمكن يكون متهوم. اي متهوم؟ اي متهوم؟ اذا هو انسان معترف وقال انا تاجر مخدرات. هاي القهر، هاي القهر، ولد اخوي تاجر بالمخدرات. ناصر ينيت وتينيت ياهل، هذا تقول لي تاجر مخدرات؟ اي ياهل، مبارك كم عمره الحين؟ مبارك كم سنه صار له مقوع من المدرسه؟ كان زين، كان زين يقولون ياهل وغلط، على الاقل يقطونه بالاحداث كم سنه ويطلع بعفو، لكن وين؟ مبارك بسك العشرين، ما بينه وبين فهد ولا شيء. اللي صار صار. طبعا شو اللي يهمك انت؟ تاكل وتشرب وتنام، لكن سواد وجهي انا. شو اقول حق ربعي؟ شو اقول حق ربعي بالمسجد والديوانيه؟ عيالي عيال شلون يطلعون برا؟ شو يقولون حق ربعهم؟ تبرى منه، تبرى؟ احنا عار عليك قبل سالفته، احنا اصلا عار عليك، احنا فقاره وبخله مسودين وجهك كل عمرنا. خلاص يا اخي، خلاص تبرى منه. اي والله السوق وربعي وعيالي، اول ناس احنا يطلع منهم واحد مجرم. الا مظلوم مو مجرم، يا ليت القانون يسجن الجاني. اللي هو انا. اي نعم انت، شردت مبارك ولحقته بالثاني. لقيت عليكم مال؟ روح روح اذبحها، كمل على العائله كلها بعد. اهدوا عاد، هدوا هدوا، خلنا نتباصر. اي نتباصر يا حلونا، يا حلو شكلنا كلمونا داشين المباحث الجنائية. طبعا اقعد، سعد 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 س
مكانك. سعد قعد مكانك. يلا عاد يلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا لا تقولي وهي شيء صار بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنزين أنتي إهدي إهدي، لا تسوقين يبا. أنا هيك الحين أخذك. يلا الحين أطلع. يلا ردق على اخوك يما. ما دقيت، طلع الجهاز مغلق. حسبي الله عليك يا سعد، حسبي الله عليك يا سعد. الله ينتقم منك ان شاء الله. ين انت عيالي، كواحد منهم طلع مخدرات والثاني اكيد بيقتل احد. يا الظالم، طلعت عيالي كلهم مجرمين. يما ان شاء الله اشاعه. اي اشاعه يا يما؟ إذا المباحث مكلمين عمك، أي إشاعة؟ إن شاء الله يا ميمة. الله كريم، الله أعلم بالحال. زين ما قلتي لي، وين تبين نروح؟ تبين نروح بيتكم؟ لا، بيتنا لا. ما أبي أمي تدري. عسى بس ما حد دق عليها وقال لها. زين وين نروح؟ ما ادري، ما ادري. ويا الفشيلة، الله يا الفشيلة. مخدرات يا يبا، كل انسان يغلط وهو مو اول واحد. ومبارك صغير ويائس، لقوا لقمة سهلة هالمجرمين. اي والله صدقت، لقمة سهلة. لا عيشة مثل خلق الله. ابو ما بقلبه رحمة ولا حنان. ام 24 ساعة دمعتها على خدها، اكيد بيكون لقمة سهلة. وين تبين نروح؟ بيت خالي سعد. وانا معك؟ اكيد انت معي. ابي بس يبطل حلجه بكلمه واحده. شوف ايش بصير. امش بعد لعيب، امش. اشوفه قال لي يوم اتصل فيني انا بيجمع فلوس وايد وباخذك انتي واخواني ونعيش بروحنا. ما دريت ان هالشغله ببالي. انا قلت يمكن يشتغل بمطعم او باي مكان، كلش ما هي هالشي على بالي. الله يفوق ضيجته. امين. والحين الثاني الله يعلم ايش قاعد يسوي. لا خالتي ما كلها العافيه، سليمان عاجل بس تلقينا متضايق شوي. انا رحت للدوام وما لقيته مداوم، لقيته ماخذ يومين عرضي. اكيد ان شاء الله لما نفسيته ترتاح بيرجع يداوم. قلبي شاب نار يا خلود، بموت. بسم الله عليك يا خالتي، بعيد الشر عنك ان شاء الله. لا تقولين كذي. زين ما حد رد عليك؟ امي قاعد تدق على ابوي بس ابوي ما رد. خلي دقانا على خالي ناصر. هلا يبا. هلا خالي. بشر ان شاء الله خطأ. اكلمك بعد شوي. خالي بس قول ان شاء الله مو صج. امبلى صج. خلاص اكلمك بعدين، مع السلامة. صج مو صج. ويا عسرت على ولادي يما. سمي بالرحمن يا خال، سمي بالرحمن. آه يا يما.
بس يا خالتي بس تعوذي من الشيطان، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ما تنزل؟ لا روحي انتي، نزلي وريحي. خالد انا ملزومه اقول لامي، واخاف يصير فيها شيء، ما راح اعرف اتصرف بروحي. عساها ترضى حد ما تشوفني. مستحيل ما دام انها ترى، والظاهر انه صايبينها متلبس. الله يفوق ضيجته. امين. شلونك خالتي؟ هلا. اللهم اجعلها خير. ايش فيك؟ طالع الصبح وكشرتش كبرها والحين البوز شبرين؟ ايش فيك خلود؟ يما بسم الله عليك وعلى عمرك. خلود ايش فيك؟ ايش فيها يا خالد؟ خالتي وهو صاير شيء لازم نقول لك. احد مات؟ لا 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 ان شاء الله. يعني ايش بيصير اكثر من الموت؟ ما تحجون يما. يما مبارك مبارك ولد خالي سعد. ايش فيه؟ خالتي مبارك قضبوا المباحث. ليش؟ هو شو مسوي؟ تاجر مخدرات. مخدرات يما؟ يعني راح ينسجن طول عمره إذا هو صدق تاجر فيها؟ حسرتي وحسرتي وحسرتي على قلب أخيي وحسرتي. يما مبارك اللي انسجن ما هو اخوك. ومن هو اللي بينحتر؟ ومن هو اللي بينقهر؟ ويمكن يموت من القهر غير اخوي؟ ما تقولي اللي منه. اخوك هو السبب، هو اللي ضيع الولد وخلاه ينحاش من البيت لما ما طاح بيدي اللي ما يخافون الله. مبارك ما هو صغير علشان يمشي ورا عيال الحرام. يما ما توقعت كذي، توقعت تروحين لاخوك كونك اكبر منه وتلومينه على اللي سواه. حتى لا يشردون الباجي، ومن اللي باجي له؟ سالم وسناء سليمان ونحش ورا اخوه. والله يحسر بعد، كان ما يضيع مثله. الحين هما يندثرون وهو ينلام. قومي قومي وديني له، وديني خلني اروح اشوفه. يا بعد عمري تلقين الدنيا صاكه فيه. يا اكبر فشلت قدام الناس، يا اكبر فشلت قدام الناس. اي والله في شيلته وايد عوده صراحه. ما ادري عاد بيستحي من اللي بالسوق ولا المسجد الكبير. تطنزي بعد لانه فقير قاعد تطنزين عليه. يما هتخليك حقانيه. ايش تبيني اسوي؟ اروح اكفخه؟ كافي ان الزمن كفخه. قومي قومي وديني له، فكيني من هالسوالف. سكتي بس، خلنا اجيب عباتي وخليني اروح اشوفه. أنا
انا ما اقرا زين. هاك فاضل شوف. ايه حاضر ارفع عليك. ايه كل شيء تمام مضبوط. بهذه الورقه تحتفظين بحقك اي وقت تبين تحولين الشقق باسمك بهالورقه هذه. جزاك الله خير. يعني الحين اي وقت اروح وزاره العدل اقول لهم حولوا لي الشقق يحولونهم على طول؟ اي طبعا، لان انت كذي اشتريتي شقق منه وهو مقر ان استلم فلوسهم وهذا كارثي. بعد عمري حبيبي ما استلم شيء. ما علي حبيبتي، الحق حق ويعلم بارك عليك. الله يبارك بعمرك ان شاء الله. يلا عيال فاضل خلنا نمشي، بروح عويس قاعد بالغصب مع امي. يلا بس هات يبا هذا حقك. مع السلامة حبيبتي، أنا بغيت المحامي شوي، جارتي تبي تسأل عن شيء. أي ولا يهمك، يلا عن إذنكم مع السلامة. مع السلامة. يما أبوي إيش فيه ما رايح المسجد كالعادة؟ ما يبي يروح، مو هو قادر يواجه أحد. بس للحين ما حد درى. مردهم بيدرون، الديرة كلها بتدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبر قلب أمه ويقفر لأبوه. مسكين يا مبارك، الله يكون بعونك. يا حافظ ناصر إيش في ماية؟ مو من مستوانا. معذور، لأنا رجل سوق ولا قيمته بين الناس. يلا فقية الفقية. مشكور خالي. منتج زابة للأم، لكن نسيت تلوم نفسها انها السبب في شردة سليمان من البيت. السبب انت اللي نتفته وما كفاك اللي اخذته منه. تبيني اقعد معاكم هني حتى تاخذ من معاشي؟ هفت لايمك انت ومعاشك. الشرها علي انا اللي يا واسيكم. انت كفو تواسيني؟ انت واحده ما اجى ما تستحين على وجهك. روحي روحي بعلهت لي مالش روح دوري. روحي انت لو تستحين انت جالس ما تطلعين مع واحد غريب وانت على ذمة رجال اللي ما تستحين على وجهك. ارتاح خالي، ماكو شيء الحين يربطني فيكم. الحمد لله حتى اسمي غير اسمكم، امي بس، امي اللي من دمكم، بس الحمد لله ان دمها نظيف. خلود والتالي معاك. ملزوم يما يعرف اني الحمد لله صرت بريه منهم. ولدك طلقني يا خالي العزيز، ولأنه ريال شريف جاب لي الورقة لعين باب بيتنا، وطبعا طلب مني اني ما اقول لك، بس الظاهر انك تحب المفاجآت الثقيلة. عن اذنك بتين معي ولا اخوتي يوصلك؟ لا روحي ماني بجاية، انا ما اقدر اهد اخوي بهالحالة. الله يهنيك. يعني يا تواسيني مثل هالطرح هذا المنسدح هني، ترى هذه نومته من الظهر، يقوم ياكل وينام ياكل وينام. انا ما ادري هذه شو تشربه. قعد ويا اخوي واسي. وعسى ما اعطيتيه من الحبوب، اخاف ينام عليهم ويحسون. لا يما ما اعطيته، وبعدين جسمه متشرب منها. خليهم ما خليه كذي حتى لا يفتحون عيونه. اي والله وصدقتي الصدقين عاد، تمنيتك اليوم تكونين موجودة معانا وتشوفين من نورش كثر فرحانة بالورقة. لا ولو شايفة ولد خولة ساكب وبيدة جنطة يعني محامي. الحمد لله، المهم إن فاضل ضمن مستقبله، وإذا علي أنا لا تخافين علي. حتى لو درى عني وما يبيني ما يهمني، وبعدين هو ما يقدر يطلقني ليش انه محتاج لي. لا يمه، هو شكل ورقه يوم درى اني انا حامل، وبعدين انا لملمتها وحركتها. لا تخافين علي، لا تخافين على بنتك. يلا باي يا ام التجار. عدل عدل
عدل. شنو هذا؟ انا اصلا ما اشتهي. واللي يسلمك علشان ما يصير لا ريوق ولا قده ولا عشاء بعد. الدنيا كأنها خاتم بعيني. ايش بتسوي؟ ايش بيدك؟ كاسر خاطري هالياهل. مسكين. ماني قادر اروح لهم. ما ودي اشوف اي حد فيهم. وخاصة ابوه. بس هو محتاج لك الحين. لا تخافين عليه. تعتقدين هو مهتم؟ اليوم الصبح كان معانا وعادي، ولا كنا مهتم ولا كنا اللي صايدينه ولده. هذا ايش فيه؟ ما عنده قلب؟ قلبه على الفلوس، ما يهمون عياله ولا يهمه اي شيء. لو يهمون عياله كان حط باله عليهم. انزين الحين ايش قال المحامي؟ بيحاول. قلنا له كل الظروف، حتى عقب ما طلعت انا دقيت عليه وقلت له عن ظروف بيته. ما قدرت احكي قدام سعد. يعني قلت ان ابوه هو السبب؟ لا، بس قلت له ان ابوه ظروفه تعبانه. شنو فقاره؟ شو اسوي يا بدر؟ كذبت عليه؟ ما كذبت بمطره، الحمد لله. صدقين لما طلعنا من المحامي قال انا ماني دافع اي شيء. هاو من صدقك؟ اي والله. حتى ابراهيم بس ما قال قدامه. عقب ما طلعنا دق علي وقال انا ماني دافع. ايش تبي تسوي؟ ايش بسوي؟ انا بدفع، ما يصير اخلي الولد يضيع. والله مو زين عليهم، اكيد المبلغ عود. مو اقل من 20,000. هذه قضيه مخدرات مو نفقه. الله يجعلها دفعه بلا عن عمرك وعن عمر عيالك. وعمرك ان شاء الله. شيك فاضل. هلا. الحين خلصت المهله اللي معطينا اياها الريال. ما يصير نروح نطرد واحد من المؤجرين اللي قاعدين بشقيقنا وانا قاعد مكانهم بدل ما ناجر. مشكله مو كذي، المشكله المهله ما باقي لها شيء تنتهي، والمستاجرين اللي عندنا عقودهم يعني يا على سنتين او خمس سنين، ما تاكدت يعني. هل شو نسوي؟ ترى نفس الشيء، اجار واحده من الشقق بروح ناجر لنا شقه، ولا دور من فيلا بس يكون دور أرضي علشان الوالدة الغالية ما تقدر على الدرج. شفيك يما، شفيك، شنو تبي؟ نامي نامي يما، نامي.
نام ارتاحي يا يما، انت تعبانه قاعده من الصبح. انا عارفه اكيد عطشانه. يما شنو تبي؟ انزين شربي ماي. هات هات شرب. هاي غيزه يما الله يهداك. فازي صديج نامي 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 يا كبيره. خليها عطني عطني حبتها عطني حبتها يما. حبيبتي حبيبتي عطني ماي. شربي شربي يا يما شربي. نامي يما بسم الله عليك. نامي. ناقص النكت، فضحتينا من واحد هذا يبا، فقرتينا فقر. تقول بومة اخوي ايش فيك؟ ما تنلام. ايش نسوي؟ ايش بدنا؟ شي احنا شي وصار وانتهى. ايش بدنا؟ صبي لنا شاي باشا. صبي له صبي له شاي، مو قادر يفتح عيونه. صبي له يا اخوي. انا صار لي حين فوق الشهر كله اقوم وانام انام واقوم. افحص السكر. فحصت الله يسلمك. السكر زين؟ لا مو مو يعني زين زين، بس زين يعني. حتى سليمه الله يسلمك شريت لي فيتامينات تعطيني اياهم ويا الدواء مالي. عيل ايش فيك صاير كنك انفسه؟ ما ادري يا اخوي، ما ادري ايش فيني يعني، من كثر النوم الصبح ما اقدر اقوم حتى اروح المستشفى. تحن علي المسكينة سليمة. قوم قوم يا إبراهيم وأوديك المستشفى. ما أقدر كله أركض. عسى الله يشفيك ويفك عوق مبارك ويعقل سليمان إن شاء الله. وبعدين هذا وين راح؟ كون سافر. على مدة أسبوع لازم تجربيه بنفسك لتشوفي هيدي النتيجة اللي حصلتوا عليها. أزهار وويداد انت خسرتي 2 سنتيمتر وانت خسرتي سنتيمتر ونص. هلا خلود. ما نمت؟ ماكو عند فندق، افتريت على كل الفنادق وعلى شقق المفروشة ادور سيارته. ألف سيارة مثل سيارتي، ايش دراك اذا هي ولا لا؟ ما انا مجدد تأمين السيارة عشان مطلع له خصم، فلقيت بين الأوراق ورقة مخالفات ووصل تأمين. ما شاء الله عليك، من يفكر كذي غير واحد عبقري.
لاني وايد حاس بالذنب. باكر بمر الدوام لانه هو ماخذ يومين عرضي، فاكيد باكر بيداوم. لا خلود، ما راح ارتاح الا لما القاه. وليد نام؟ خالتي ردت؟ زين عيل، قفلوا البيبان زين، تصبحين على خير. تقدر السوق ولا فيك النوم؟ يا حسرتنا كان ما يرفعنا بحفرة. ايش دواي ولا هالدرجة؟ لا سجدة فيك النوم، انا اوصلكم. تعال باكر خذ سيارتك. والله بابا ما فيني شيء. والله لو مو خلود بروحه كان انا نمت عندكم الليلة. ما قصرتي، هذا انت جابلتينا طول النهار والليل. واللي سلمك يا اخوي، لا تجسي على هالمسكينة اللي فيها كافيها. لو وعد شبدي تقول فاقته ليل ونهار نواح. ها عيالها الاثنين مسكينة، واحد ما تدري عنه والثاني الله يفكه من مصيبته. ما تبيها تبكي؟ بشت دم اخوي علشاني واللي سلمك بس عاد كافي. واي شيء تسمع عن سليمان قول لي واللي عافيك. حاضر، مسؤول على خير. وانت مثله. وانت مثله. عليك حبيبتي، عاد اسمحي لي، انا اليوم طول النهار مخليك بروحك. يلا ما يخالف، هذا اخوك بعد لازم توقف وياه. والله تبين الصدق اخوي مهامه، لا بس مرته المسكينه. ان شاء الله في امل يطلع. ياهل اول اطراق خر لا اكل معكم. الله يعينه ما شاء الله، عسى ما نلقى واحد معاه. لا صادو مجموعه ايش كبرها معاي يقول لك، بس انا تبي الصج مستانس انا على هاللي يصدونهم، بس بعد اكو يعني يهال مثل مبارك صغار مكسوس عليه. مبارك مو صغير، لو صغير كان عذره. هذه المشكله. تعشيت بعد قلبي؟ اي والله الحمد لله كلنا المكسوم.